السلام عليكم طلبتنا الأعزاء. نظرا لما نمر به من ظروف الراهنة وانقطاعنا عن الدوام، التجأنا إلى إعطائكم دروس عن طريق الفيديوهات أو عن طريق أساليب أخرى سوف نستخدمها إن شاء الله في الأسابيع أو في الأيام القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم، سوف نتكلم اليوم عن موضوع الفيروسات، المحاضرة رقم 14. الفيروسات كما يعلم كثير منا أو قد مرت عليه هذا الموضوع أو قد اطلع عليه من خلال اطلاعات أو بحوث أو دراسات. الفيروسات عبارة عن إيش؟ عبارة عن أجسام صغيرة جدا لا ترى إلا بالمجهر الإلكتروني، very tiny، غير جسيمات، غير حية، ولكنها تكون في داخل الكائنات الحية قابلة للاستنساخ والتكاثر. لهذا يعتبرها العلماء أنها تمثل حلقة وصل بين الكائنات الحية والغير حية، لأنه بسبب أنه إذا كانت داخل جسم الكائن الحي أو داخل الخلية المضيف الهوست سيلز سوف تقوم بالاستنساخ والتكاثر، أو وإن كانت خارج جسم الكائن الحي فإنها عزلت على شكل بلورات، أي مكونات غير حية. كثير منا يصاب سنويا بأمراض الإنفلونزا، وأمراض الإنفلونزا ما نعانيه من أعراض مثل ألم في العضلات، التهابات في الصدر أو في الحلق، وكذلك ينتج عندنا فيفر، حمى نتيجة رد فعل الجسم للإصابة، وكذلك اضطرابات في المعدة. وكما نعلم أن الإنفلونزا هو نوع من أنواع الفيروسات التي تسببها الفيروسات، والفيروسات تسبب أمراض مثل عندك مرض الجدري سمول بوكس، الفلو، الإيدز متلازمة العوز المناعي أو النقص المناعي، and common cold نزلات البرد. الفيروسات عندما تصيب الكائنات الحية أو الخلايا الحية تبدأ بالتكاثر فيها، والفيروسات تصيب جميع الخلايا الخلايا الحية سواء كانت يوكاريوت أو بروكاريوت. ومن هذه الخلايا البكتيريوم، البروتوزوان، فانجاس، بلانت، أنيمال، هيومن. في هذا الفصل إن شاء الله سوف نتناول دراسة كيفية إصابة الفيروسات، كيفية إصابة الفيروس الخلايا الحية. نتكلم إن شاء الله عن شكل الفيروسات، the structure of virus. What is the virus؟ في بدء الأمر أول من اكتشف الفيروسات هو العالم الروسي ديمتري أوفنوفسكي عام 1892، اكتشفها في فيروس يطلق عليه فيروس TMV، أي فيروس التبقع الموزائيكي لنبات التبغ. والفيروسات مثل ما ذكرنا انه عبارة عن تايني لا ترى الا بالمجهر الالكتروني، نون لايفينج بارتيكل، جسيمات غير حية، ميد اب جينيتيك، تتكون من اهم شيء هو المادة الوراثية كما موضح في هذه الصورة، المادة الوراثية المتمثلة بالدي ان اي او الار ان اي، ولا تحتوي على كلاهما، يا اما دي ان اي او ار ان اي. والفيروسات تكون داخل الخلايا الحية، تستطيع أن تتكاثر فيها، وكذلك أنه الفيروسات لا تستطيع أنه إنتاج الغذاء بنفسها، تعتمد كليا على الهوست سيلز المضيف المصاب. والهوست سيلز عبارة عن إيش؟ هي أي خلية تصاب بالفيروس، تصاب بالفيروس. وهذه الهوست سيلز تشمل عندنا بروكاريوت يوكاريوت، واخذنا طرقنا في هذا الموضوع على اليوكاريوت والبروكاريوت سيل، وعرفنا المقارنة بينهما
التي تعتبر هي هوستس مضائف للفيروسات، منها فيروس الانفلونزا وكذلك عندنا كذلك الفيروسات عندما تصيب الخلايا سوف تنتشر، ان تصيب الخلايا الاخرى ويحصل المرض. ستراكشر اوف فيروس، ستراكشر او التركيب للفيروس، الفيروسات جدا صغيره تصغر البكتيريا بعشرة آلاف مره، والفيروسات تتكون من لوب دي ان اي، كور دي ان اي كما موضح في الرسم او في هذا الشكل، هذا الكور مالته الدي ان اي قلنا او ذكرنا انه او اور ار ان اي محاط surrounding that core protein coat، محاط بغطاء بروتيني، غطاء بروتيني. هناك بعض الفيروسات تحتوي بالإضافة إلى الغطاء البروتيني تغلف بغلاف دهني وبروتيني سكري، غلاف معقد كون من البروتين والدهون والسكريات، وهذا الغلاف قد يحتوي على أشواك، هذه الأشواك تساعد الفيروسات أو جسيمات الفيروس على الارتباط بالهوست سيلز